ازيك يا شني؟ يا رب كله بخير. في السلسله اللي احنا بنهملها ساعات وبنهتم بيها ساعات، وهي سلسله فضفضه. سلسله فضفضه اللي انا بتكلم عليها كده او بتكلم فيها من القلب، وما بحاولش ادخل المونتاج ما بيننا، وبيبقى حلقه صافيه للفضفضه. كل اللي بيجي في دماغي بطلع اقوله على طول في الحلقه دي. فبدون كده مقدمات جينا كتير، تعالوا النهارده نفضفض مع بعضينا. والفضفضه ممكن تكون النهارده عن فكره الرضا، فكره هل انت فعلا راضي عن نفسك ولا لا؟ طب هل انت راضي عن شغلك ولا لا؟ طب هل انت راضي عن شريكه حياتك ولا لا؟ هل انت راضي عن جسمك ولا لا؟ هل انت راضي عن علاقتك مع ربنا ولا لا؟ وبعد السؤال ده بينقلنا بقى لسؤال تاني خالص. طب هل الرضا ده او عدم الرضا بمزاجك ولا غصب عنك؟ طبعا الموضوع بدا يتلعبك شويه ويتعقد، ولكن هسهلها لك. انت دلوقتي واحد دلوقتي في الشغل، بس انت مش حابب الشغل ومش راضي عن الشغل، وفي نفس الوقت مش عارف تسيب الشغل علشان انت مش لاقي حاجه تانية، فانت مجبور تبقى موجود مع انك انت مش راضي تبقى شغال هنا، او مش راضي انك تشتغل في المكان ده. فهنا عدم الرضا مش بمزاجك، عدم الرضا هو غصب عنك. هو انا ككريم لما باجي بحل مشاكل في فكره الرضا وعدم الرضا في حياتي، انا بحاول اخد اللي عقلي بيقول لي عليه على طول. يعني هحكي لكم مثلا قصه كده بسيطه. اللي انا كنت شغال في مكان بقالي 3 4 سنين في المكان ده، وكنت حابب المكان ده جدا، واول ما المشرف اتغير جالنا مشرف تاني. طبعا بدا يقول لي شعرك ما ينفعش، دقنك ما ينفعش، فكره اللي هو بدا يضغط عليا. وطبعا انا كان بالنسبه لي انا كنت حابب الشغلانه دي، او انا شغال بصراحه، انا المفروض واحد في جامعه والكلام ده، بس شغال كعشان يعني يبقى معايا فلوس، مطلوبش فلوس من اهلي والكلام ده. ولكن لما لقيت الموضوع بدا يبقى جده، وبدا ان هو لا، انت لازم تحلق دقنك، لازم تحلق شعرك، لازم تلبس اليونيفورم المظبوط كله، بصراحه ما عجبنيش الحوار، ولقيت نفسي انا بتلكك علشان امشي. ما فكرتش ساعتها بعد ما همشي هعمل ايه، او بعد ما همشي ايه اللي هيحصل، هصرف منين، الكلام ده كله. بس كان كل اللي في بالي اللي انا عايز امشي، مش هينفع اكمل كده. ممكن يكون عشان انا طالب، ما عنديش مسؤوليات، ما عنديش فكره مثلا زوجه او اولاد فبهتم بيهم، فانا مش مجبر على ده. ولكن انا حاسس ان انا يعني حتى لو انا متجوز او عندي اولاد او مسؤول عن حد ولازم يبقى معايا فلوس دايما، شايف ان انا ممكن مثلا ان انا ادور على شغل تاني مع الشغل ده، واول ما اضمن الحته التانيه اقوم سايب ده على طول. لكن مش فكره ان انا اسيب نفسي كده لده وخلاص، وكده كده انا مش راضي، بس يعني ها اللي موجود وخلاص بقى. ويرجع السبب ده من عندي، اللي هو فكره انا مش عايش الحياه ده مرتين او 3 مرات، هي مره واحده اللي عايشها، فلعيشها صح لبلاش. ففكره اللي هو حتى لو سبتها، حتى لو كده المكان كله او الدنيا كلها مليانه شغل، حتى يعني فكره مثلا برضو الجسم، اللي انا مش راضي عن جسمي، فانا مش هستنى لامتى عشان ارضى عن جسمي. انا واحد عندي 20 سنه، هدخل بعد كده بقى في دوامه الشغل وبعد كده الجواز والكلام ده، فانا لازم ابدا من دلوقتي. خد بقى على كده بقى الرضا في شريكه حياتك، كالرضا في جسمك، كالرضا في علاقه ربنا، كالرضا عن المكان اللي انت عايش فيه، ككل حاجه حرفيا في حياتك. فعايزكم تحت في الكومنت تقولوا لي حياتكم انتوا راضيين عنها ولا لا، وازاي او ايه المواقف اللي حصلت معاكم اللي انتوا حولتوا عدم الرضا لرضا، ونستفاد كلنا من بعضينا في الكومنت. طبعا ما انساش طبعا افكرك ان انا بقيت دلوقتي انزل كل يوم فيديو على التيك توك، وبقيت اكتف جدا جدا على انستجرام. هسيب لك اللينكات دي كلها هنا، تدخل تعمل لي فولو هناك. ولو حبيت تشارك في الحمله اللي انا عاملها، اللي هو هخليك شيك حتى لو غصب عنك، فكره بلوتو ستور انا فاتحها دلوقتي، بتبيع البرفيوم وبتبيع الشنط والاكسسوارز والساعات والاكسسوارز الرجالي والاكسسوارز الايفونات واكسسوارز التليفونات وكل ده. لو حابب تدعمني ولو حابب تشاركني، ادخل اشتري في اللينك اللي تحت، وهتلاقي كل حاجه بسعر مخفض جدا. هحاول انا انتظم في سلسله فضفضه على قد ما اقدر، عشان دي سلسله مهمه جدا جدا، بتحاول او بحاول منها ان انا بقرب منكم في يعني فكره ان انا ما بدخلش مونتاج ما بيننا، ما بدخلش ايديت ما بيننا، والكلام ده اللي بصوره بنزله على طول. فهحاول اكتر منها. طبعا لو ما عملتش طبعا سبسكرايب لحد دلوقتي، انزل اعمل سبسكرايب واعمل شير لكل مكان عشان نوصل ل 10,000 مشترك قبل نهايه الشهر ده. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.